مع كلمة الدكتور منصور أريمو رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة اليد، والذي أناب عنه نائبه الأول الدكتور مدحت البلتاجي. Now, with the word of Dr. Mithat Elbeltagi, the Vice President of the African Handball Federation, on the behalf of Dr. Mansuru Arimu, President of the African Handball Federation. بسم الله الرحمن الرحيم. يسعدني نيابة عن دكتور منصور أريمو رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة اليد أن ألقي كلمة الاتحاد الأفريقي. في البداية يتقدم سيادته بخالص التقدير والشكر للسلطات المصرية على إتاحة هذه الفرصة لإقامة احتفالية أفريقية لكرة اليد على أرض مصر بعد غياب أكثر من 25 سنة للبطولات الأندية. واهتمام السلطات المصرية ودعمها للرياضة بشكل عام وكرة اليد بشكل خاص، كما أتوجه بخالص الشكر لأعضاء الهيئات الدبلوماسية لدول الفرق المشاركة في البطولة على مشاركتنا هذه الاحتفالية، كما أتوجه للسادة الإعلاميين والسادة الصحفيين على اهتمامهم بحضور هذه البطولة وتغطيتها وإظهار المستوى الرفيع الذي وصلت إليه كرة اليد الأفريقية على المستوى الدولي. كما أتقدم أود أن أتقدم بخالص الشكر على مشاعر الأخوة والصداقة التي تتجلى في هذه الاحتفال بمشاركة أكثر 24 فريق من دول متعددة. باسم الاتحاد الأفريقي لكرة اليد أتوجه بالشكر للجنة المنظمة للبطولة من نادي الأهلي وبمشاركة الاتحاد المصري لكرة اليد على تنظيم هذه البطولة، الذين بذلوا أقصى طاقتهم لإنجاح هذه البطولة بالشكل الذي نتمنى أن كما بدأت أن تخرج به في نهاية هذه البطولة. كما تقدم بخالص الشكر لجماهير النادي الأهلي التي وأعضائه التي سوف تدعم وتشارك في هذه الاحتفالية الأفريقية. أتمنى باسم المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي لكرة اليد نجاح البطولة وإظهار كرة اليد الأفريقية بالشكل التي تستحق. أشكركم. والآن أدعو السيد الأستاذ العمري فاروق نائب رئيس الاتحاد نائب رئيس النادي الأهلي لإعلان افتتاح البطولة رسمياً.